يجد الكثير من القاطنين بمدينة المكلا في هذا الكورنيش البحري الواقع على شاطئ الستين موقعا للتنزه والاستجمام برفقة أسرهم وعائلاتهم خلال فترة أيام العيد. فهذا الكورنيش البحري الواقع غربي المكلا هو أحد المتنفسات الطبيعية القلائل جدا التي لا تزال مفتوحة أمام الأهالي والزوار. طبعا الحين نحن في جو الستين، استمتعنا في العيد وإن شاء الله أحسن أجواء العيد تنعاد علينا وعليكم صحة وعافية إن شاء الله. نشتي أجواء أحسن حاجة متنفس للأسر وللأطفال وللألعاب وللبحر هذه المدينة الساحلية تمتلك شواطئا يصل طولها إلى نحو 50 كيلومتر، تعد من أجمل شواطئ حضرموت، بيد أن مساحة كبيرة من شواطئ المكلا باتت اليوم مقفلة أمام الأهالي والزوار بعد أن تحولت لملكية خاصة تحت يافتة الاستثمار. أما مدينة الألعاب الوحيدة فيها فقد أغلقت أبوابها منذ سنوات عدة. الآن المدينة كلها لا تملك سوى حوالي 10 كيلومترات ممتدة من بداية شارع الستين إلى المنصة. السواحل الحلة صرفت كامل بشكل أشبه إلى الفوضى وإلى العشوائية. أيضا الشواطئ اللي باتجاه ما بين مكلا وحلة أيضا تم التصرف فيها بشكل ملكيات شخصية وغير ذلك. وأيضا اللي بالشرق اللي باتجاه خلف وباتجاه الريان إلى هذه الأماكن كلها تم التصرف فيها. فلم يتبقى للمواطنين من متنفس سوى هذا الساحل الشاطئ الستين. وخلال السنوات الأخيرة غدت المكلا مقصدا لعشرات الآلاف من الزوار القادمين من مختلف محافظات البلاد لقضاء الإجازات السنوية وفترات الأعياد، وذلك بفضل حالة الاستقرار الأمني وشبه الخدمي فيها. قلة للمتنفسات والحدائق العامة وغياب لمدينة ترفيهية، ومع كل هذا لا زالت المكلا كمدينة تمتاز بطابع سياحي خاص جدا وبسحر فريد يجعل كل من زارها يشتاق إليها مرة أخرى. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.